العقبات الحقيقة كثيرة جدا عملت اللجنة على مدى عمرها، احنا الآن في دورتها الخامسة، على معالجتها ويعني حصرها أساسا ومعالجتها ورفع الصوت بالمطالبة في الجهات الحكومية وشرائح العملاء والأخيره إلى التعاطي معها بما يستحق الأمر من اهتمام. الاهتمام يتفاوت لكن يتصاعد، خلينا نقول الأمور إن شاء الله بإذن الله إلى خير. في كثير من الاختراقات والإنجازات اللي استطعنا أن نحققها في الدورات الماضية نتطلع قريبا إلى صدور نظام الشركات المهنية، اللي أنا أعتقد أنه سيكون حجر زاوية على الأقل في النهوض بقدرة المكاتب الاستشارية على مقارعة الشركات الأجنبية. إنما أيضا لازلنا نطلب المزيد ونطلب الكثير من الاهتمام، وطبعا أكثر القضايا ويرعاها من يشرف علينا معالي وزير التجارة، هو سندنا هو ملجأنا في هذا الجانب، على الأقل لفتح الأبواب لدى بقية الجهات الحكومية للتعامل مع هذا الموضوع بما يستحق من اهتمام. الحقيقة أن القطاع الاستشاري، لأن القطاع الأضعف أو واحد من القطاعات الأضعف، عانى يمكن أكثر من غيره من منظومة الرسوم والإجراءات اللي فرضت في السنوات الماضية، زي ما ذكرت لك، لأنه هو الأضعف، لأنه نفاذه للقدرات التمويلية، فهو الحقيقة قدرته على مواجهة الضغوط التي تسببتها هذه الإجراءات الحقيقة وضعت عليها ضغوط كبيرة. عدد المكاتب الاستشارية اللي خرجت من السوق في خلف الأربع سنوات اللي فاتت أكثر من 50%. هذا فيه جزء منه صحي، المكاتب الضعيفة خرجت وبالتالي تبقى المكاتب الأقوى، لكن أيضا في المقابل في حتى المكاتب الأقوى صورت أحجامها وتخلت عن كثير من قدراتها وتعاني الكثير. نحن الآن بالعمل مع المكاتب الاستشارية العالمية، احنا الحقيقة ننشر كثير من مشاكلنا وحلولنا ومعلوماتنا الاستراتيجية إلى الخارج. احنا فتحنا أبوابنا وأصبحنا معرضين إلى اختراقات أكاد أصفها بالأمنية في الجانب المعلوماتي والجانب المعرفي. توطين المعرفة لدى المكاتب الاستشارية المحلية له مزايا عديدة جدا، منها أمنية ومنها استراتيجية ومنها اقتصادية ومنها تمكين المكاتب وتمكين الشباب السعودي الحقيقة من اختراق هذا المجال، اللي الحقيقة بعدم ثباته وبعدم ديمومته أصبح عنصر طارد، قطاع طارد للشباب السعوديين بدل ما يكون عنصر جاذب. طبيعة العمل الاستشاري بالعموم مكتبي، بمعنى أنه إلى حد ما له مكانته الاجتماعية، له ظروفه البيئية، ظروف العمل، بيئة العمل الجاذبة المريحة حتى للشباب والشابات السعوديين من أبناء الوطن. لكن بسبب عدم ثباته وعدم استقراره وحالة الضعف والهلهلة والشتات اللي يعيشها، هو في الحقيقة قطاع طارد، يعاني الكثير من الضغوط، يعاني الكثير من عدم الاستقرار في هذا الجانب. المسألة ليست مادية فقط، ولو أن الجانب المادي مشروع من حق المكاتب أنها تبحث عن مصالحها، لكن المسألة استراتيجية، والمسألة الحقيقة فيها جوانب كثيرة جدا تتعلق بالجانب المعلوماتي والمعرفي اللي يجب أن يكون موطن، يجب أن يكون هو المحور الأساسي للتوطين. اللجنة يعني تعمل بكد ضمن قدرة اللجنة في غرفة الرياض، اللي هي الحقيقة درة الغرف. لجنة غرفة الرياض هي المحرك الرئيسي في اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية، وهي اللي تتحدث على المختلف المنصات على مستوى طرح المشاكل والحلول والمنافحة عن قضايا القطاع الاستشاري ومشاكله وتمكين دوره في التنمية. الحقيقة نريد أن نلعب دورنا ونؤدي دورنا بحس وطني، ليس بحس ربحي، إنما بحس وطني. وفي كثير من المبادرات اللي نعمل فيها بتطوع، سواء أنا ما أتحدث فقط عن أعضاء اللجنة اللي أصلا يعملون بتطوع ويبذلون الكثير من جهدهم ووقتهم ومالهم أحيانا في أعمالهم، إنما أيضا حتى منظومة القطاع الاستشاري، كل من يشارك في جلسات برنامج مشورة، كل من يجالس في جلسات التدريب والتأهيل والمشورة والنقاش وورش العمل الأخير، هم مستشارون متطوعون، همهم على وطنهم وهمهم على قطاعهم وهمهم على مفهوم التنمية. كلنا نريد إنجاح هذه المنظومة، لكن نريد أن نحتل مكاننا ومجلسنا ومقعدنا في هذا المكان.